شو قوتشي؟ باقي دقيقة. بابا نويل هذا اللي انتم شايفينه عندهم عادة إذا جت الساعة 12. أين فايتي؟ أين فايتي؟ سمول ون سمول ون سمول ون فايتي. فيري جود. هذا الاحتفال هم بادين من الحين. تذكرون فاسكو دي جاما؟ What do you call this one? It's called سندا. وهذا كله طبعا باللغة المليالمية. I have a perfect one. You really tired, right? I'm very tired. Malayalam, no. Malayalam, no. انت اللي يجيك من شو لاي والله. هذا من عمان وهذا من السعودية. أتاري العالم كلهم حزنانين. Happy New Year. Happy New Year, man. أسعد الله صباحكم وكل خير. كيف الحال؟ إيش أخباركم؟ طيبين؟ معنا سماد هذه القهوة السوداء فلنستفتح صباحنا. كافيين. خلص قهوتنا ونمشي، ورانا يوم مرة ثقيل. والله ما أدري أخوياي هذول إيش بيسوون فين. قال لي أنت بكرة نبغاك كله كذا، نبغاك عندنا تشيكن برياني باتر تشيكن. قلت خلينا أطلب لي تشومة عشان أعيش الواحد وراه يوم. فطور وبرياني ترتيب عشان كذا هني جايين الهند تحديدا. ترى كلفني تقريبا 350 روبي ترتيب. نمشي و ليتس جو. تقدر تقول بدا يومنا الحين. الدو والله شكله زعلان صح، تاخرت عليه. هاي دون جود افترنون. هاي دون ماي فريند. هابي نيو يير. هاو از ايفرثينج؟ Thank you very much for the quite ride with a lot of information, man. Happy New Year, man. Happy New Year. Enjoying your day, huh? Yeah, thank you. Okay, وصلنا الكرنفال حق أمهم. خلينا نشوفه مع إلدو. إلدو ما أدري وين قاعد يستناني. طيب واخيرا تقدر تقول اهلا وسهلا بكم في كوتشي، لا الهند تحديدا، كيرلا تحديدا، منطقه اسمها كوتشي. هم يقولون لها كيف الماليالم، يقولون لها كيرلا كذا شواقتهم كذا. بازار بسيط خفيف، تجارة حاجة أساسية في الهند. بعد بحث طويل لقينا إلدو الريمو. What's up man? How you doing? Under control? Yeah, under control. Kerala is good man. Kochi, we are in Kochi, not Kerala. Yeah, yes. It's in Kerala, it's Kochi. How about this church? Yeah, this church is the Vasco da Gama. Vasco da Gama, the explorer guy. He's Portuguese. After his death? Yeah, he's dead. That is grave. Yeah. Ah, okay. Boom. الكنيسة هذه يا طويل العمر والسلامة كنيسة فاسكو دي جاما. تذكرون فاسكو دي جاما المكتشف البرتغالي؟ هذا الشيخ وصل كوتشي ما تعرف. المهم دفنوه في هذا الكنيسة. They moved the grave from here. Yeah. Okay. هذا المكان اللي مات فيه ودفنوه فيه، بس الأوروبيين بعد ما مات هنا خذوا جثة ودوه على أوروبا. شخصية كديجاما قاعد يصلي. أفتنا بكتابك يا الغراب. عن الشاطئ هذا اللي انتم شايفينه، واحدة من أقدم الشواطئ فيك يا كوتشي. هذه واحدة من أقدم المواني في كوتشي. معنى كوتشي مأخوذة من اللغة الماليالمية، ومعناتها بالضبط لها مسميين. المسمى الأولى البحيرة الصغيرة، والمسمى الثاني مربط النهر كوتشي الماليالم. وهذا كله طبعا باللغة الماليالمية. هذا طبعا علامة من علامات انه هذا الشاطئ واحدة من اقدم الشواطئ فيكي يا الهند. لا كوتشي. ايه كوتشي.
اناناس عادي حاطين فيه شويه ملح وحاطين فيه شطه. انا ما عجبني صراحه بس لازم انها كلها والله ما بيعلم مرغم ونخاخه لا بطل. الاناناس الطازج هي احلى صراحه احلى بكثير. اللي فيه له ملح فيه له لذعه لكن جيتوا الرمه ما اخذ شيء فيه له سبايسي يسوق امها والله. العالم كلهم هنا مبسوطين اللي ياكل اللي يشرب اللي يمشي اللي عرفت حاط سماعه ومنطرب الملاء. عدلد والعيال اللي معاي يحسبوني زهقان بس انا جدا مستمتع. ولا كيف يا عدلدو؟ You didn't hear what I said. جايين بدري عشان بس يلحقون الاحتفال حقهم ذا اللي بيجي في الليل حق نيو يير من الحين. ايش فيه؟ من جد جاني فضول عشان اشوف كيف في الاحتفال. امة محمد ترى بالحق وحقيقي شكله عدد صغير. حب لا والله من كيسي صراحة. عاد اسال العيال اللي معاي وش معنى الهند عشان ابغى اعطيكم مقدمه عن الهند. داجين يا رجال كان شكلهم زي ساقطين في التاريخ والجغرافيا. كميه كاكا هنا على الشاطئ خرافي خوف الجاري. كاكا يعني معناتها غربان غراب غراب. وش اللي غربان؟ غراب. جربنا ذي الرمية وكسبنا ذي. طبعا ما يخلو اليوم بدون ما تشرب عصير جوز الهند. خلينا نشرب عند المليح. ناطع وسائح لا ما له دخل سائح بس الشيء مره لذيذ لذيذ جدا. تيستنغ نغنم فيري جود. لو بيدك انت تشربها كل يوم والله. كل الشباب مستمتعين بشراب جوز الهند يا حبيبي. شغالين في السعوديه ومره لا السعوديه السعوديه. هذا من عمان وهذا من السعوديه. هذا له 5 سنوات. هاو ماني ييرز ان مسقط؟ 30 سنه. واو اخوان العمانيين بالله خلوكم فيه. ها هذا انا بهتم فيه ما عليكم. يو ار لاكي. ام لاكي يا ذاتس وات ام توكن اباوت. يو ويل جيت سمثينج. قال يبونا ناكل عشوه كذا ما ادري غدوه
شايفين بابا نويل وهذه المنطقة كاملة في الليل بيكون في كمية زحمة وكمية صخب وكمية رقص وفلة لين ما تحسب سحر مش طبيعي. نستنى نشوف كيف يحتفلون المليحين دول حقين الكوتشي. أهل كيرلا يعتقدون أنه في كل سنة عندهم احتفال كذا غريب. هذا بابا نويل، بابا نويل هذا اللي أنتم شايفينه عندهم عادة إذا جت الساعة 12 أمام نقول 5 4 3 2 مدري مين بعدين ألعاب نارية هم يحرقون أم ذي. أيوة هذه. والسبب في ذلك يقول لك أنه إذا حرقنا البابا نويل كل الذكريات السيئة والخبرات السيئة والحاجات اللي مش كويسة إلا تصير لها ديليت. على كيفك شكله حارس والله ازعاج رايقين حقين كيرلا والله. ثانك يو ثانك يو. مويه بارد زينين الشوارع زي ما انتم شايفين حق السنيه ذا اللي تلقاه بسياراتهم. كل شو اسمه البيوت اللي تلقاها على هذا الشارع الطويل ذا كل بيت فيه حق البابا نويل ذا اللي بيحرقونه ودي جي. ايش فيه يعني استهبال هذا ولا استعبار؟ انا العين اكتشفت انه هذول شعب بسيطين والله enjoying the moment. شفت التنزانيين اللي يقول لك هكونا متاتا هو نفسه هنا بس اسمه كرلن شواقدم. يمين بالله تعبان وجوعان الين تحسب سحر بس الحمد لله انه وصلنا. You really tired, right? I'm very tired, man. Yeah, I will go to eat something. Okay. إن شاء الله ما يكون حار. Spicy. Very tired, you too. Yeah. How are you doing? وصلنا مطعم كذا عشان ايش نتغدى فيه قبل ما يبدا الاحتفال العليل. العيال متورطين لان انا ما ابغى اكل حار والاكل اللي موجود كله حار سبايسي فجابوا لي شيكن برياني ان شاء الله يكون فانكي. زي ما انتم شايفين الدجاج من لونه باين انه مو حراك مو حار ما بعد الحراره هذا اللي يخليك فانكي. الله يعتني. انا طلبت البرياني عشان خفيف زيه و... ها تعرفون وش ذا بالنسبه لي منفوش. What's the name of this one? بابرم اسمه بابرم زي ما قلت لكم منفوش قال ياجي شطه. اقول لك مشروب غريب لا ترتيب والله ترتيب. خلصنا اكل الاكل كان اقدر اقول لك 5 من 10. يجهزون الحفلة قاعدين يشوفون البيت الجيتار الكانون ما في كانون المهم انه يعني قاعدين يجهزون يضبطون عشان نيو يير رايت هي انديرستاند ذا رابط تعال ميديل انا باينجر بابلس اللي يلوري بلان باد انا هم بادين من الحين من ساعة يمكن 9:30 والله عجل زي كذا بيستمر لين 12 إذا جاء ساعة 12 يكون العد تنازلي وبعدها ألعاب نارية وقفل على الطلب يا حبيبي. هذا طريقتهم في تزيين الشوارع قبل الاحتفال راس السنة الجديدة. أمة محمد هنا كمية بشر عاد أنا مو جوي ترى الإزعاج اللي زي كذا أحس إنه كثير والله. رايحين مكان ثاني جيت يقول ما عجبني الميوزك يقول ميوزك حق كنيسة هذا ما ينفع معي. Do you having fun? Yeah. Full with fun. Okay, let's go. جيت وراح طق لي ريد بول عشان ايش؟ يقول انت تحتاج انرجي. جالس مبسوط هنا. هذا الوضع في كوتشي.
كل العالم مبسوطين، كل العالم قاعدين يستقبلون السنة الجديدة بأفراح جديدة، أهداف جديدة، فن. What do you call this one? It's called chenda. Chenda. It's traditional. It's a traditional Kerala. Yeah, traditional Kerala. شايف الدق. أكثر من إنها تخصص لأهل كيرلا. شايفين كيف؟ لهم رص صف واحد قاعدين يدعون ربهم، ما أدري بأي لغة بالضبط. It's one of the bands. It's called drums. Drums. Yeah. Why they are using this one? This one is only for celebration. Celebration. Yeah. They're going to the church, right? Yeah, they're going to the church. Oh. Yeah. على اخر شو اسمه ذا زي الكفن اللي مشايلينه هذا بالنسبه لهم، يعني اعتقادهم ماذر اوف جيسوس، ام عيسى عليه السلام اللي هي ايش؟ مريم العذراء. سيمبل اوف جاستس، عباده دينيه، تقدر تقول عليها انها عباده دينيه. اي سيمبوليك موديل على قلم الدوس. ماخذين اسم الكي اف سي ومخلينها اي اف سي. اي اف سي معناته امريكان فرايد تشيكن، دجاج مقلي امريكي، ويبيع شاورما. كيف؟ لا تسال، ولا عشان انه شاورما دجاج ممكن. طبعا الشجره ذي اللي ورا شجره الكريسماس. صغار كبار شياب، توه مولود بيولد بيموت، المهم انه النيوير ما يروح كوتشي. يقول لك هم يحبون يستمتعون بالحاجات الصغيرة ذي. يقول واحد فيهم يا اخي الله يكسر لي قلبي، يقول احنا ناس فقراء يا اخي، يجينا لحظات زي كذا نبغى نستمتع فيه قدر المستطاع. كلام جميل والله. هذا اذا قال لك زحمه يا دنيا زحمه، هذه هي خلاص. هذا لوكال فود اللي انتم قاعدين تقولون عنه ستريت فود. زحمه لين خلاص. كوليفلاور زهره.
What is it? Here. Sauce. How it is? Not good? No. Okay. Get down right. هذا مرة حار. طلع هذا اللي اعطاني اسمه شفت زهرة. زهرة قالينها اعطيني فوق صوص كذا عشان يصير سبايسي. بس انا ما عجبتيني والله. What is this? Chili. Spicy chili. Spicy chili. You see this one? So spicy. اوه شكله حرارة سهل. انا ما حجرب طبعا. الرودقيد اصلا كل مسخر علي الا اني اذوق شيء. I have to taste something, huh? معناه قالوا بنجيب لك بيض كذا. Try something variety. ايه. What's this? Boiled egg fry. Egg fry. It's a boiled egg fry. Boiled egg. Woo! Wow. It's hot. Wow. Very hot. Very hot. How the hope? It's very hot. Just very hot. Hot. طلع بيض مسلوق. بيض مسلوق مغطى وخلينا نقول كذا متلحفة بعجين سميك جدا. والله حلو. بجرب الجيلي بس هم يقولون مرة سبايسي. هي سبايسي هي سبايسي. سمول ون فاير. سمول ون سمول ون فاير. حار يمين بالله. البيض نار نار جهنم حرارة. تحس ان الدنيا هنا عيد. دخت صح مع اللفه الطويله ذي. الوضع هنا فله. هاي يا اخي متعه يا اخي. هذول يحبون يخشون معاك في اي شيء. عرفت جميل هذا الشيء. عندهم سيلبريشن هنا. المكان مره زحمه. قلت لهم روحوا وانا بتكي هنا برا. اوكي إزعاج. أنا قاعد أستنى المنطقة ذي ليش حق الحرق. هذا اللي أنا قاعد أستنى أنهم يحرقونه من أول. بيحرقون باب نويل زي ما قلت لكم. عندهم عادة ولا خلينا نقول ثقافة أنه إيش يمحي كل الذكريات السيئة كلها تمحي من حياتهم. أي شيء مش كويس إن سويته في حياتك هذا يسوي لك دليت يا حبيبي. يقول لك إلدو أنه في أنواع كثيرة من باب نويل. يقول هذه أسوأ واحدة وأصغر واحدة. وأنا كنت أعتقد أنه في ذا المكان بس طلع كل الهند يسوون هذه الحركة. باقي دقيقة وعلينا نخش عليه. الزبدة جحفظنا السنة ذي. قالوا لا هذه ما يمديهم يحرقونها. في ثنتين واحدة على الجهة اليمنى واليسرى. عرفت؟ قالوا ما في الا هي. فجحفل اليمة لكن مو مشكلة. يلا معليش. بعدين يطلعون حرتهم في الصغيرة يبون يحرقونها بس مو عارفين كيف. يلا مو مشكلة تعيش وتاكل غيرها يا يحيى. لأنه العام الماضي توفوا اثنين يقول لك فبطلوا خلاص من أول. قول ما في حرق ولا تقعد تجحفلنا يا حكومة كيرلا ولا كوتشي. المهم إنه خلاص. أتاري العالم كلهم حزنانين. كان ودي أشارككم هذه الاحتفالية لكن مو مشكلة. جحفلة كوتشوية.
tired. My knee hurts. And I would like to go to the bathroom. تعرفون هذي؟ موفي كوادرتون. والله تعب يمين بالله تعب تعب لين ما تحسب سعر. We need the light. Okay. Okay guys. Happy New Year. Happy New Year man. Thank you for everything huh. Good day. Even though Eldo, you're disappointed, but it's okay, huh? Yeah. Take it easy. Yeah. It's okay, man. أنا وإلدو خلاص رايحين على يروح يودين البيت. على إنه هو زعلان شوي على موضوع الحرق ذا. بس يلا هو مشكلة. إلدو. Thank you very much for this day, man. You need to enjoy the days. I really appreciate it, man. Thank you, thank you. Thank you very much. Wallahi is a good guy. We still, I will be in touch, okay? Yeah, of course. We have to go a lot of places, man. Anything you can call me, anytime. Yeah, 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 sure, sure. Bye. Bye-bye. والله إنه ترتيب ما قصة نحيين خلونا ألبس كمان وهم بلبسين صايرين زي أمي مع فارق التشبيه يعني الحمد لله يوم كان جيد يوم كان جميل أعتقد إن يوم كان مرة متعب أوكي نهايته مش ولا بد عشان إلدو زعلان شوي بس ستيل أوكي يعني ساي Happy New Year man Happy New Year How is your celebration Working Go Work It's a good job. How was your? It was fantastic, man. Fantastic. Yeah, we went to the. Fort Ochi. Yes. Yes, that was very. But they didn't fire the They didn't burn. Burn? Yeah. Why? Everybody's mad. Oh. It's okay. It's okay. Sometimes nothing will be perfect. Perfect. But I have a good day. I have a perfect Monday. That's it, man. Always be like that. Yes. وأخيرا يا صديقي رجعنا البيت بالسلامة. صراحة يوم كان جميل يوم كان رايق حاجات كثيرة جديدة أنا شفتها متعب لكن في له لذة. وأكثر شيء صراحة عجبني كلمة جيتو يوم أنا قلت له يا أخي أنتوا يا أخي قاعدين إيش الفلة الزايدة ذي ما في إلا رقص وما أدري مين قال لي لسه يعني أنا كل الناس اللي موجودين هنا ترى ناس فقراء ومساكين اللي صياد اللي لحام اللي قاعد يبيع في الشارع واللي قاعد يحاول مرة واحدة في السنة يلقون حاجة زي كذا مجهزينها الحكومة فأكيد إنه بينبسط فيها بينبسط قدر المستطاع بمعنى آخر سكتني طيب يا سادة إلى ذلك الحين كونوا دوما بخير وبصحة وعافية كلار